منصة السودان للمعرفة منصة علمية تأسست عام 2008 بمبادرة أنا قمت بها بعد ما خلصت دراسة الدكتوراه في نقل التكنولوجيا للسودان. وفي أثناء وجودي في بريطانيا 2000 لحد 2007 لاحظت أنه في عدد كبير جدا من المهاجرين اللي هم زي كده. أنا من السودان جيت لبريطانيا درست اشتغلت هناك. الدول اللي هم عايشين فيها ما بتستفيد من خبراتهم الجبارة دي لما نيجي ساعدوا الدول اللي هم أساسا جو منها. يعني مثلا أنا من السودان لما نيجي مثلا بريطانيا تقدم أي مساعدات أو استشارات فنية للتنمية في السودان, أنا النظرية بتاعتي كانت إنه أو اقترحت قدمت هذه الفكرة إنه المفروض يلجأوا للناس اللي هم عندهم الخبرة في البلد اللي هم جو منها. وبدأت أتناقش في هذه الفكرة مع عدد من الأخوان من دول كثيرة, من جامايكا, جامايكيين من أفارة, من نيجيريا, من دول كثيرة, ولقيت الفكرة قبول. وتكلمت مع الجامعة كنت أعمل فيها, جامعة ساسكس في بريطانيا, وبرضو تناقشت مع سودانيين كان يعني يقودوا منظمات عالمية في أكاديمية العالم الثالث واليونسكو. وبدأت الفكرة بسيطة وقمنا عملنا أول اجتماع تأسيسي في عام 2009 في برايتون رعاته جامعة ساسكس, وقمنا دعينا له كل السودانيين, قلنا نعمل تجربة بالسودانيين وبعدين نطلق الفكرة على كل العالم. وفعلا لما عملنا الفكرة على السودانيين دعينا كل السودانيين, قلنا أي سوداني عايز يجي يورينا خبراته شنو اشرح علينا في 15 دقيقة يدينا ملخص للدراسة, لكن ما دارين نتكلم عن أشياء سياسية ولا أحزاب ولا أنا مع الحزب ده ولا مع الحزب ده, يعني هي بعيدة جدا عن السياسة. وفعلا في 2009 جاء سودانيين جو بخبراتهم المختلفة لكن ما جو بتوجهاتهم السياسية, يعني ما جو يمثلوا أحزاب وإنما يمثلوا خبراتهم. وبذكر جات ناس من كل العالم والفكرة نجحت واستمرت. لقينا من 2009 جينا عملنا المؤتمر التالي برضو في برايتون, والثالث عملنا في لندن, والرابع كان في لندن برضو, الخامس كان في رعاية الأمم المتحدة في جنيف, والسادس كان برضو برعاية الأمم المتحدة في لندن. الأسئلة الكثيرة أنا طوال بيجيني أسئلة في خلال العشر سنين الماضية دي, أنتوا سياسيين, أنتوا تبعيات حزب, أنتوا تبع الحكومة, أنتوا تبع السفارة, أنتوا تبع منه؟ وأنا عارف الإشكالية دي بتخلق في فهم السودانيين مشكلة, لأنه ما متعودين إنه يكون في ناس بيعملوا شغل علمي لمصلحة السودان من غير ما يكون عندهم توجهات سياسية. فمنظمة المعرفة, منظمة السودان للمعرفة منظمة هي بحثية, مشروع نجح, يعني هو مشروع بحث صغير لكن أصبح كبير جدا, وكل الدول, كل الأمم المتحدة أشادت به وبتشوف إنه ناجح. فيمكن كبر هذا المشروع والإنجازات الضخمة اللي بيعملها خلت السودانيين معظمهم ما قادرين يستوعبوا الفكرة بتاعت إنه هو ما عنده علاقة بالسياسة. أنا عندي توجهات سياسية ولما تجي انتخابات حصوت, وكل الناس جوا في منصة السودان للمعرفة يتكلموا أو ناقشوا أو قدموا أوراق أو غيره, كل الإنشاءات اللي عملناها برضو عندهم توجهاتهم السياسية. ممكن واحد يكون شيوعي, حزب أمة, حزب الأنصاري, زي ما حزبه جاي منه, ما قاعد يجي في سودان نوليج أو في منصة السودان للمعرفة يتناقش عن السياسة بتاعت حزبه. ما بيجي عشان يعمل بروموشن لحزبه, بيجينا يناقش معنا في قضايا. مثلا بنينا يعني مثلا عملنا عدد كبير جدا من الدورات والورش العمل في تطوير التعليم في السودان, تطوير الصحة, اتناقشنا في السياسة, ما هي الصريح الصحيح على السياسة, احترام الآخرين, اتناقشنا عن دور الشباب, أكتر حاجة بنشيد بيها وبنشتغل فيها كتير دور الشباب, المرأة. وبتجي الناس وبتحضر وبنحرص بشدة إنه أي شيء نعمله يتسجل بالفيديو عشان الناس تشوفه, نحن ما عندنا أي حاجة من دي السهة. وبنحرص تماما إنه أي شيء يجي يقدموا ناس في مؤتمرات يكون مكتوب في أوراق علمية وتكون الأوراق دي موجودة. كل الأشياء دي موجودة في الويب سايت بتاعتنا اسمها sudanknowledge.org, وإن شاء الله يعني كل الحاجات حتى من زمان يعني الماتيريال حقتها ما حصلناها بنرفع فيها الآن. وطبعا شاركنا في السودان بحاجات كثيرة جدا جدا, كل ما أنا أمشي السودان ويمشي غيري بنعمل ندوات محاضرات, ودائما بنعلم بنقول نحن جايين السودان, أي حد داير يستضيفنا يستضيفنا,
مشينا جامعات، مشينا مراكز بحوث، عندنا شراكة كبيرة جدا مع المركز القومي للبحوث دكتور سار أحمد سعد، فعلا كانت يعني شريك كبير لنا. بيجون السودانيين من جامعات جامعة الجزيرة الخرطوم، يعني عندنا شراكات مع عدد كبير جدا من الجهات الحكومية والتعليمية والبحثية في السودان. ساهمنا في عام 2013 حسب ما أتذكر أنه رحلنا المكتبة بتاع جامعة ساسكس كلها بتاعت العلوم والتكنولوجيا والابتكار والإبداع، وديناها اتقسمت مناصفة ما بين جامعة البحر الأحمر وجامعة الخرطوم. وأنا بتمنى أنه الناس في كل أنحاء العالم تحاول تستفيد من منصة السودان للمعرفة، السياسيين، الأحزاب، الحكومة، الوزارات، الجامعات. نحن عندنا مقترح كامل بيساعد التعليم العالي في أنه يستفيد من الخبرات البرة من غير ما يكون في نقص في الجامعة المعينة، فده كله بنشرحه. الحاجة الثانية، نحن عندنا برضو أفكار كثيرة حول تطوير الاقتصاد، حول كيف أنه الشباب يكون لهم دور في قيادة الدولة والتطور السياسي في البلد. عندنا أفكار عن كيف المرأة تكون قائدة وعمل قيادة المرأة للمجتمع وتمكين المرأة وهكذا. فأتمنى أنكم تشوفوا الويب سايت حقتنا ويتواصلوا معنا. ولكن أنا عايز أكد لأي شخص سوداني وسودانية أنه منصة السودان للمعرفة منصة علمية هدفها الرئيسي مساعدة السودان أنه يحقق التنمية المستدامة المرجوة. ونحن عندنا مكتب في لندن هنا، وكان عندنا مكتب زمان في برايتون، ونتمنى أي شخص يتواصلوا معنا. الناس طبعا بأعداد كبيرة، لكن طوالي بنلقى السؤال ده، وزي فور قلنا أحسن نوضحه. وياريت تشوفوا برضو كل حياتنا اللي بنعملها من مؤتمرات وسيمنارات ومجلات وكتب. يعني احنا ننشر مجلة عالمية قديمة جدا لعشر سنين، بننشر في كتب كتير عن السودان، مؤتمراتنا، اي حاجة بنعمل فيها شوفوها، وكل حياتنا دي موجودة للناس. بالنسبة للتمويل بتاع منصة السودان، احنا ما عندنا حتى بتمويلنا، احنا بنحاول نخلي المشروع ده ينجح بالامكانيات البسيطة الموجودة في الجامعة. عشان كده دائما احنا بنكون بنمشي نعمل مثلا كده، نعمل كراون فاندنج عشان نقول للناس يا اخي ساعدونا مثلا، ده نودي مكتب السودان ادونا كراون فاندنج يعني حتى نشغل موظفه. احنا ما عندنا حد، ولو يعني ولو شفتوا الستيتمنت اللي عملناه في الويب سايت بنقول بكل حاجه انه احنا يا جماعه ما عندنا فاندنج، ما عندنا زول بيدينا فاندنج. لو هيك لما يكون عندنا مؤتمر بنقول للناس ادفعوا القروش اللي هتصرفوها انتوا في الشاي والقهوه وغيره وغيره. فانا اتمنى يعني كل الناس اللي بتشوف الفيديو ده تنشر الفيديو ده، واتمنى اي حد يدخل في منصة السودان للمعرفة ويشوف الدايركتوري بتاعنا فيه وكل الخبراء السودانيين ويضع معلوماته هناك عشان الناس يستفيدوا منه. وبتواصلوا معنا الناس طوالي، الله يسدارين وزير لي كده عندكم زول ترشحوا منه، ورشحنا قبل كده يعني ما اول مرة في وزارات في غيره في خبرة بيتصلوا بينا الناس دايرين حد يعمل لنا كده يكتب كده. وطبعا اهم حاجة في الموضوع ده كل يعني اليونيسيف في الخرطوم بتتواصل معنا طوالي يساعدون، اليونيدو قبل كده اتصلوا بينا، اليو ان دي بي ده يدعمنا معاهم، جنيف اللي هو جوينت انسبكشن يونت اللي هو على التفتيش المركزيه للامم المتحده اشادوا بينا في مؤتمرات كبيره. فانا اتمنى انه الناس تشوف الفيديو ده وتتواصل معي، وشكرا جزيلا. بنحلم بفضاء اوسع، بنحلم بزمن اجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد.